والآن نتحول مباشرة لمتابعة كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماعه بمجلس الأمن القومي. لكن هذا ما هو لدينا اليوم. هدفنا وهدف لقائنا اليوم هو لنسمع زملائنا ونحدد الخطوات التالية في هذا الاتجاه. أعني هنا التوجه إلى قيادة دونيسك ولوغانسك أو توجه قيادة لوغانسك ودونيسك إلى روسيا وأيضا قرار من الدوما الروسية في هذا الموضوع وحول الاعتراف باستقلال وسيادة جمهورية لوغانسك ودونيسك. أود هنا أن أشير إلى أن هذه المسألة بلا شك مرتبطة تماما. نعم هذه المسائل مختلفة ولكنها مرتبطة تماما مع القضايا الدولية المتعلقة بالأمن الدولي بشكل عام وفي القارة الأوروبية بشكل خاص. ذلك أن استخدام أوكرانيا كأداة للمواجهة مع دولتنا يمثل لنا تهديدا كبيرا وخطيرا. ولذلك في الأشهر الأخيرة وفي نهاية العام الماضي نشطنا عملنا مع شركائنا في واشنطن والناتو للاتفاق حول الإجراءات الأمنية وضمان التطور المستقر والمزدهر في الأجواء السلمية. بالنسبة لبلدنا هذا يعتبر أولوية وليس المواجهة وإنما ضمان الأمن والظروف الملائمة للتنمية. ويجب أن نفهم الواقع الذي نعيش فيه. وكما قلت أكثر من مرة إذا روسيا واجهت مثل هذا التهديد كقبول أوكرانيا في حلف الناتو يعتبر فإن التهديدات لدولتنا تنمو بأضعاف.